السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، موجز بأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق، أهلا ومرحبا بكم. عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد أن ترأس وفد السودان المشارك في أعمال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية لتغير المناخ، والتي عقدت تحت شعار قمة التنفيذ بمدينة شرم الشيخ المصرية. وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر وعدد من الوزراء والمسؤولين بالقصر الرئاسي. وفي تصريحات صحفية أوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق أن رئيس مجلس السيادة أجرى عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من رؤساء الدول العربية والإفريقية على هامش القمة، تطرقت لآفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين السودان وتلك الدول. أكد والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر أن حكومته ماضية في بسط هيبة الدولة وتأمين المواطنين، خاصة بعد سلسلة المصالحات التي تمت بين عدد من المكونات الاجتماعية بالولاية. جاء ذلك خلال مخاطبته اللقاءات الجماهيرية ضمن جولته التفقدية لمحليات بيضة وهبيلة وفور برنجة بجنوب الولاية. ودعا خميس المواطنين للوحدة والتماسك والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك لمحاربة الظواهر السالبة لوضع حد للمتفلتين والمجرمين، مجددا التزام حكومته بتوفير كافة المعينات للقوات النظامية ولجان حماية الموسم الزراعي لتفادي الاحتكاكات أثناء عملية الحصاد، موجها أطراف العملية السلمية بالتعاون والتنسيق مع القوات النظامية دعما للسلام والاستقرار. أكد قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية ربيع عبد الله آدم عبد الله جاهزية القوات لتعزيز الأمن بإقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار التزامهم بإجراءات الطوارئ التي أعلنها حاكم الإقليم. وأمن عقب الجلسة المشتركة لمجلس الوزراء ولجنة أمن الإقليم على أهمية توفير الأمن الاجتماعي ودعم التعليم. وأشار ربيع لأهمية مثل هذه الاجتماعات المشتركة وانعكاسها على عملية التنسيق بين الأجهزة المختصة، داعيا لتوصيلها لمناقشة قضايا النزوح والتأمين والدعم النفسي للمتأثرين بالأحداث الأخيرة. تستضيف العاصمة الخرطوم النسخة 10 للمؤتمر العالمي للتكنولوجيا الملائمة ICAT، والذي ستبدأ أعماله في 22 وتنتهي في 25 من نوفمبر الجاري بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الخرطوم، بالتعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وشبكة من الأكاديميين والممارسين. وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا المرتبطة باستخدام التكنولوجيا كالسلام والأمن والحوكمة والبيئة والزراعة والقرى البيئية والمياه والصرف الصحي وغيرها من القضايا. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الملائمة مؤتمر دوري معني بتطوير المعارف والتقنيات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الملائمة، حيث أقيمت النسخة الأولى للمؤتمر بزيمبابوي عام 2004 وتبعتها العديد من النسخ في بلدان مختلفة كرواندا وكينيا وغانا وجنوب أفريقيا. وقعت شبكة راديو وتلفزيون الشروق أمس اتفاقية تعاون مع بيت الحكمة الصيني. وقال المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق عاطف محمد الحسن إلياس إن توقيع هذه الاتفاقية مع بيت الحكمة الصيني تعد خطوة متقدمة في مسيرة العمل التلفزيوني في السودان، وتفتح الباب أمام الإنتاج التلفزيوني والسينمائي بشكل كبير، هذا فضلا عن التبادلات الثقافية في مجال البرامج والمسلسلات. وتجدر الإشارة إلى أن بيت الحكمة الصيني أعطى قناة الشروق حق بث مسلسل الطريق إلى السعادة الحائز على ذهبية أفضل مسلسل وممثل في الصين، حق البث في أول بادرة للتعاون بين الشروق وبيت الحكمة الصيني. إذن مشاهدينا انتهى الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.